صباح الخير مشاهدينا الكرام. في بداية برنامجنا اليومي هذا الصباح النهاردة شكل جديد وإطلالة جديدة بنبدأ معاكم النهاردة، ونتمنى إن شاء الله أن اليوم والفقرات اللي هنقدمها لكم والحوارات تعجبكم وتحوز على رضاكم، والتساؤلات اللي أنتم بتدوروا دايما عليها تلاقوها دايما في برنامجنا هذا الصباح. صباح الخير يا محمد. صباح الخير نجلاء. صباح الخير مشاهدينا الكرام. وبالفعل النهاردة يوم جديد وشكل جديد من برنامجنا هذا الصباح، نتمنى بالفعل اللي هو ينال اعجابكم، وكمان عايزين افكاركم وملاحظاتكم على البرنامج. لو في تطوير فكره انتم عايزين تطرحوها علينا، احنا عملنا موقع على شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسمى بالطبع هذا الصباح 9news.eg. نتواصل معاكم حول الافكار المطروحه، الموضوعات، الشكل كمان لو عايزين عندكم افكار ممكن نطور من خلالها برنامجنا كله، يعني يبقى في تواصل بيننا وبينكم. ولا ايه رايك يا نجلاء في الموضوع؟ بالظبط كده محمد، زي ما قال بالظبط، عندنا صفحه على الفيسبوك هذا صباح 9news.eg. النهارده كمان هنقدم لكم العديد من الاخبار والتقارير، وطبعا زي ما احنا متعودين عندنا الفقرات الثابته، فقره الاقتصاديه والفقره الرياضيه وجوله في صحف القاهره الصادره صباح اليوم. عندنا النهارده يا محمد حوارات ثانيه. عندنا حوارات ثانيه بالطبع، وكمان نجلاء عايزين برضو ننوه للساده المشاهدين اللي طبعا هيبقى بشكل مختلف، يعني فقراتنا كمان سواء الصحافه سواء البرامج او الفقرات الاقتصاديه والرياضيه هتبقى كمان بنحاول ان احنا نطور فيها وتبقى شكل مختلف تماما. عندنا موضوعات النهارده نجلاء، برضو موضوعات يعني كمان موضوع عن التراث اللي هو تطوير القاهره الخديويه وكمان اللي هي ومنطقه وسط البلد، وكمان في موضوع تاني اللي هو عن مكافحه او الحمله القوميه لمكافحه المخدرات في الدراما المصريه. احنا معانا كمان بجانب انا ومحمد شعبان معانا زميلنا محمد عبد الله من احدى استوديوهاتنا في ماسبيرو. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا نجلة، وبصبح عليكم مشاهدينا الكرام. زي ما قال محمد ونجلة إطلالة جديدة لهذا الصباح، بس بنوعد المشاهدين ان احنا هنحافظ على المضمون بتاعنا، هنحافظ على الرسالة الهادفة اللي احنا بنقدمها بدون صوت عالي، بنحاول نوصل معلومة، بنحاول نوصل حوار جيد للمشاهد. هيكون معايا انا كمان من الهواء الطلق الحمد لله حتى هذه اللحظة، في نسمة هواء، السحب بتمنع الشمس، ان شاء الله يكون يوم مناخ جيد ويوم جميل. هيكون معايا من المكان اكتر من حوار، هيكون معايا حوار عن الحملة القومية لمكافحة التدخين والمخدرات، ولكن من وجهة نظر الأعمال الدرامية، كيف يمكن أن نقاوم التدخين والمخدرات من خلال الأعمال الدرامية. هكون أيضا معايا ومعاكو عشان نفوق في الصبح بقى شوية أنشطة رياضية، معايا كابتن محمود فرج. صباح الخير يا كابتن، وهيكون معانا بعض الأنشطة. ازاي كابتن؟ ازاي حضرتك، أخبارك ايه؟ معانا عبد الرحمن كمان. صباح الخير عبد الرحمن. كابتن في البداية عايزين قبل ما اسيب حضرتك هغلس عليك شوية كده قبل ما نعمل شوية رياضة ونحاول نفوق الناس معانا، يعني دايما بيخطر في بالي ليه دايما الرياضة تبقى في الصبح؟ هو دايما الصبح بيبقى يعني فترة النوم دي زي ما تقول ايه، الجسم بيبتدي ان هو يستعيد كل نشاطه وكل العمليات اللي بيحصل فيها بنا بالليل، فبتبقى انت في احسن حالة للجاهزية الصبح، يبقى خلاص بقى الجسم استعاد شفائه خالص من الهدم اللي حصل في التكسير اللي حصل طول اليوم بقى والشغل في اليوم اللي قبليه، فخلاص الجسم بقى الصبح بقى جاهز خالص واستعاد كل شفائه، وبقى جاهز الصبح كمان مع الهرمونات اللي بتتفرز الصبح، فيه هرمونات بتتفرز الصبح بتبقى خلاص بقى الواحد في قمه النشاط وفي البيك بتاعه، فبيبقى احسن وانسب وقت ان انت تمارس فيه الرياضه الصبح بدري عشان تبتدي يومك كمان بنشاط وتقدر انت تكمل يومك بنشاط وحيوي. محتاج قد ايه وقت الصبح؟ يعني هنقول ان انت لو هتشتغل ممكن مش يعني متوسط ساعه وحسب، بس انا 10 دقايق اي حاجه عشان خاطرك انت 10 دقايق بس لو هنقول بقى في طبيعي لازم بنزود شويه، وحسب كمان طبيعه الرياضه اللي انت هتلعب او طبيعه النشاط اللي انت هتلعب. صحيح. بس لو قلنا مثلا ايه ساعه لنص ساعه كل يوم الصبح هيكون مفيد جدا لينا كلنا. هنركز النهارده على التمرين يا كابتن. هنعمل وجبه كده متوازنه هيبقى فيها اكتر من عضل، هنشتغل على عضلات متنوعه وهيبقى فيها شويه حاجات فيها كمان توافق عضلي عصبي عشان نبتدي نصحصح الناس معانا كده. طب يلا كابتن، يلا بالتوفيق. يلا شكرا. يلا عبد الرحمن، هيبقى معاكم كابتن محمود فراج وبعض تمرينات الايروبيك. اتفضل. يلا بينا. طيب هنبتدي نعمل تمرين بسيط، هنبتدي نشتغل لعضلات البايسبس، هنبتدي نمسك الدمبل وبنخلي بالنا بحاجات بسيطه قوي واحنا بنعمل التمرين ده، نفتح رجلينا الاثنين هنبص لقدام، هنبص الناحيه دي وهنفتح رجلينا الاثنين وهنتني رجلينا ثانيه خفيفه وهنبتدي نشتغل لعضلات البايسبس. العضله دي اللي هي بتبقى في الدراع من قدام اللي انا مشاور عليها دلوقتي هي دي العضله اللي شغاله، هنعمل 8 عدات وبنحافظ دايما واحنا شغالين التمرين ان احنا نتنفس، ما بنوقفش نفسنا دايما واحنا شغالين. هاي بنستريح
وهنبدل على التمرين اللي بعديه واحنا واقفين من نفس البوزيشن. هنبتدي ان احنا نشتغل تمرين للرجلين من غير ما نشتغل بايدينا، هنطلع برجلينا بس لقدام وهنعمل طعنه امامي. هنبدا هب. لو نلاحظ التمرين اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، احنا تقريبا ركبتنا ما بتتجاوزش مشط رجلينا، يعني ركبتنا تقريبا بتبقى ثابته وبتحرك لقيت الحركه بتكمل برجليا اللي ورا. هايل جدا التمرين ده، مفيد جدا كمان لعضلات الرجلين. هاي هنصعب التمرين ده شويه، ان احنا هنعمل نفس التمرين بحركه دراعاتنا. نبتدي نشتغل مع اللات ريز هب كده. احنا ابتدينا نشغل كمان مع العضلات اللي شغاله، عضلات الاكتاف، فبالتالي احنا بنعمل نوع من انواع التوافق العضلي العصبي. يعني انا ببتدي اركز في حركتين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كمان النفس بتاعي شغال. هايل جدا هايل. نستريح. نيجي بقى للجزء المهم جدا اللي الناس كتير بتسال عنه، عن عضلات البطن. هنبتدي ننام على ظهرنا، هنخلي الدمبل الاول جنبينا وهنشتغل البطن العادي. دايما واحنا بنبتدي البطن بنخلي رجلينا متنيه عشان نحافظ على ظهرنا ان هو يكون على استقامته. رجلينا بتبقى تقريبا الفرق ما بينها قد المسافه بتاعت اكتافي، وبتبقى القدم بالكامل على الارض. وهنطلع نص طلعه زي ما هنشوف، هنعمل تمرين الكرانش هب. في ناس بتطلع اكتر من كده، مش هتكون الحركه ليها داعي لو طلعنا اكتر من كده. ده هيكون افكتيف جدا، هيكون مناسب وهيشغل العضلات بشكل كويس جدا، وبتنفس برده وانا بعمل التمرين. هايل جدا. نبتدي نعمله بقى بالاوزان. هنبتدي نشغل معاه كمان عضلات الصدر. هنبدا هنبتدي نشتغل، هنطلع بايدينا الاثنين، هنعمل فلاي لعضلات الصدر في نفس الوقت اللي احنا بنعمل بيه تمرين البطن. هب هايل. واحد اثنين ثلاثه اربعه. هايل جدا. نبتدي نعمله بريس. هنبتدي نبدل الحركه، نفس العضلات اللي شغاله بس الحركه مختلفه. هب واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي خمسة ستة سبعة ثمانية هاي. هنرجع نكرر التمرين ده بشكل سريع. هنبتدي نعمل البايسبس بالمقاومة، نعمله بالمقاومة المطاطية. عملناه الأول بالدمبل، هنبتدي نجرب بقى المقاومة المطاطية، ودي من الحاجات كمان الممتازة اللي نقدر إن احنا نعملها. هنبص الناحية اللي نقدر إن احنا نعملها ونخزنها معانا في أي مكان، لأن وزنها بيبقى خفيف جدا، وفي نفس الوقت تأثير الوزن بتاعها بيكون كويس. يا ريت طبعا لو ناس بتشوف تتفرج علينا دلوقتي، لو ان احنا نقدر كمان نعمل التمارين دي مع بعض، هتكون بدايه هايله ان احنا نبتدي بيها يومنا بالنشاط، ونبتدي ان احنا نداوم دايما على الوجبه البسيطه اللي احنا بنعملها كل يوم من التمارين الرياضيه. هايل. هنرجع تاني بقى نعمل تمارين البطن. طبعا يفضل لو انا هعمل تمارين الصبح ان هي تكون قبل الفطار، يعني لو هفطر بعمل التمارين قبليها وبعد كده ببتدي ان انا اتنقل لوجبه الفطار. هنبدا هب. واحد اثنين برافو، ثلاثة أربعة. شوف احنا بنطلع لحد النص بس، ما بطلعش للآخر. هايل جدا. هنبتدي نشتغل بالدمبل. هايل هب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بريس. هب. واحد اثنين ثلاثة أربعة برافو، خمسة ستة سبعة ثمانية. هايل. نستريح خالص. خلصت تماريننا النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا بيها، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات جديدة.